النهارده خاب راسنا دلوقتي اصبح لديه الامل في اللحاق بركب الفريق الاول. والله في ظل الاداره اللي موجوده والجهاز الحمد لله في فرصه كبيره جدا للناشئ دلوقتي ان هو يقدر يلعب فريق اول، واعتقد ان احنا عندنا اهتمام كبير بالقطاع الفتره اللي فاتت الكام سنه الماضيه يعني، والحمد لله اكبر دليل ان احنا في تفوق وفي 18 سنه متصدر البطوله و14 سنه متصدر البطوله و13 و20 سنه وان شاء الله 16 سنه في الطريق، فاعتقد ان احنا الحمد لله مسيطرين على الموقف كويس يعني. اسم كل 8 مليون شرقاوي وجماهير ابو كبير وكل جماهير القرى التي قدمت اليوم، بنرحب بالخلوق ياسر رضوان وبكل نجوم النادي الاهلي في المستقبل ان شاء الله. اشكركم كل سنه طيب. شكرا شكرا. مش لازم خلي الكارت خلي الكارت. وهناجي عبد السميع اقعد على الكراسي دي كده اللي خليك على الموجود خليك النهارده خاب راسنا
ماشي.